لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث العراقي حسين السبعاوي عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بك سيد حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام. أستاذ حسين، كيف تقيمون رد فعل المواطنين على الفساد المستشري في العراق، خاصة في ظل دعوات تظاهر ضد الفساد الحكومي يوم غد الجمعة؟ أنا أعتقد الحكومة العراقية فاسدة ومعلوم، هذا معلومة بالضرورة، ما عرف بالضرورة. اليوم لا يوجد أي شخصية، سواء شخصية معنوية أم شخصية سياسية أم شخصية داخلية أم خارجية، لا تدرك أن حجم الفساد في الحكومة العراقية حجما كبيرا جدا، وهذا ما شهدت به الحكومة العراقية واعترفت به. نعم. فالفساد في الحكومة العراقية فساد كبير جدا، ولكن أهم ما يميزه أنه فساد في قمم، وليس في فساد في قواعد الحكومة العراقية، بل في القمم، وهذا أصعب أنواع الفساد. نعم، في هذا السياق وبالحديث عن الفساد، صنف العراق في المرتبة الخامسة عربيا والمرتبة 69 بعد المئة عالميا في قائمة الدول الفاسدة وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. ما هي العوامل التي أدت بالعراق لمثل هذه النتائج؟ يعني بداية أنا أعتقد ظلما للفساد أن يكون العراق خامسا عربيا. أنا من لا أعرف من هم الأربعة أكثر فسادا من العراق في الدول العربية. حقيقة حجم الفساد في العراق أكبر بكثير مما حتى من مضمون هذا التقرير، لأن العراق يمتلك ثروات هائلة. قد يحسبون مثلا دولة الصومال اللي هي ليست لديها موارد مثل العراق وتصنف قبل العراق. على كل مهما يكن حجم الفساد كبير، والعراق أنه ثروات المالية كبيرة زادت من حجم من موارد الفاسدين. الآن مؤتمر الذي عقد في الكويت الذي مجموع واردات المؤتمر 30 مليار دولار دينا على العراق، شخصية سياسية واحدة قبل 2003 لا تملك دولارا واحدا، الآن تملك أكثر من 100 مليار دولار. نعم. هذا هو حجم الفساد الحقيقي، بمعنى أنه جميع المؤتمر لا يساوي شخصية سياسية عراقية ما تملكه من فساد، وهكذا بقية الفاسدين. فالأمر كبير بالعراق، والفساد يبدأ مثل ما قلت لك أنه فسادا في القمم، سواء في الحكومة أم في المؤسسة التشريعية أم نعم. حتى في بعض المؤسسات الأمنية. نعم. وهذا الفساد حقيقة من الصعب. في هذا السياق وبحديثكم عن هذا الفساد المقترن بالسياسة، المبعوث الأممي للعراق يانغوفيتش كان لديه رؤية بأن نظام المحاصصة سيكون حتما مخلوط بالفساد، ما مدى صحة رؤية يانغوفيتش؟ لا، أنا أعتقد هذه الرؤية لا تعالج الفساد، وإنما هناك دعوات من بعض الطائفيين منذ سنة بدأوا يتكلمون عن الأغلبية السياسية ستكون حاكمة، ولهذا السبب كثيرا ما يكون موظفي الأمم المتحدة يتبنون تصريحات مثل هذه أو يبررون مثل هذه التصريحات ويعطون تصريحات متناغمة معها، بمعنى أنه إحنا إذا ما ذهبنا إلى حكومة أغلبية سياسية مع سيطرة الطائفين عليها ستقصى جميع المكونات. وأعتقد هذا المشروع بعد أكبر من الفساد، لأنه سيقصي مكونات أخرى داخل الحكومة العراقية. وأعتقد المشروع القادم هو إقصاء بقية المكونات، وأهم هذه المكونات هو العرب السنة، إقصائهم من استحقاقاتهم السياسية، ثم إلى الأكراد الذي بدأوا أيضا يتراجعون أمام الحكومة الطائفية. فأعتقد هذه التصريحات غير موفقة على ممثل الأمين العام المتحدة أن يشخص الفساد ويطرح حلول يعني جذرية لمعارضة هذا الفساد. خلي يطالب بالديمقراطية، خلي يطالب بحكومة مدنية، خلي يطالب بالحريات، خلي يطالب بمحاسبة الفاسدين، وليس تشكيل الحكومة الذي هو مهيمن عليها الطائفية ثم يريد أكثر هيمنة مما كانت عليه. بالعودة للحديث عن المكونات السياسية، وبعد الكشف عن توقيع العبادي والمالكي لوثيقة التحالف لما بعد الانتخابات، كيف ترون مستقبل العراق بعد اتهامات سواء للعبادي أو المالكي بالفساد؟ يعني اعتقد اولا هما يعني كلا الشخصيتين هما من حزب واحد وقيادين في الحزب الدعوة، وهم حاكمين للعراق منذ 2003 الى الان. لا يوجد جديد في هذا التحالف، حزب الدعوة يحالف نفسه حزب الدعوة. لكن الخلل اللي موجود انه من الصعب جدا اليوم تتكلم عن تحالف ما بعد الانتخابات، من يعرف حزم الفوز لهذا ولذاك، وكيف سيكون
نوع هذا التحالف؟ لو فرضنا البارك ياخذ 5 مقاعد والعباد ياخذ 50 مقعد، كيف سيكون هذا التحالف؟ لهذا السبب الان من السابق لاوانه انه على حجر عن نوعيه التحالف ما بعد الانتخابات، الا ان يضمنون انه الانتخابات ستكون مزوره بحجم كبير، كل واحد من الان يعرف حجم المقاعد الذي سيحصل عليها. اما هل هذا التحالف هو ياتي بجديد العراق؟ لا، هو 2 من حزب الدعوه وكلاهم حزبا وهم اعضاء في الحزب الحاكم، فما هو الجديد في هذا التحالف؟ لا يوجد جديد. أشكرك جزيل الشكر الباحث العراقي حسين سبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.